في عمليه البيع. من مريم اسامه: قمت بشراء شقه من احد جمعيات الاسكان التعاوني من 10 سنين وتم سداد الاقساط بالكامل واستلمت عقد التمليك، والان وبعد هذه المده فوجئت بخطاب من الجمعيه بما يفيد انه يجب مراجعه الجمعيه، لان النيابه الاداريه قامت بالحجز الاداري على الشقه. ومراجعه الجمعيه للاستفسار عن هذا الموضوع اتضح ان البائع هو عضو مجلس اداره الجمعيه في هذه الفتره، وهذا يخالف القانون، وبالتالي فيجب علي دفع مبلغ فوق 70,000 جنيه، فما هو الحل؟ وخاصه اني امتلك العقد المبرم بضمان الجمعيه. أستاذة مريم، حضرتك تقدري تكتبي شكوى بتاعتك دي وتروحي قطاع التعاونيات في مدينة نصر تقدمي شكوى، وهم يجيبوا ملف الجمعية ويراجعوا هذا الأمر. وعموما ابعتي لي على الصفحة المسندات الخاصة بهذا الموضوع وأنا هتابعه لك وأقول لك تعملي فيه إيه.